من الوطن العربي إلى الأزمة الأمريكية مع كوريا الشمالية التي نعود إليها مجددا هذه المرة. كيف تناولتها الصحافة الأمريكية والبريطانية والفرنسية؟ البداية مع The Guardian البريطانية والتي قالت 7 سيناريوهات لحسم الأزمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية. تقول في التفاصيل إنه مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية عقب تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنزال النار والغضب ببيونغ يانغ، ورد هذه الأخيرة بخطة مفصلة لاستهداف مياه جزيرة جوام الأمريكية. وضعت صحيفة الجارديان البريطانية 7 سيناريوهات متوقعة بحسب تصورها قد تنتهي بها هذه الأزمة. ثم استعرضت الصحيفة في تحليلها السيناريوهات المتوقعة لهذه الأزمة، بدايتها ما وصفتها بالحرب الوقائية، حيث أثار مستشار الأمن القومي الأمريكي هربرت ماكماستر احتمالية شن حرب وقائية كخيار سياسي أمام الولايات المتحدة، والتي تقضي بتدبير ضربة قوية مفاجئة تستهدف بعض البنى التحتية للجيش في كوريا الشمالية، والتي من شأنها إضعاف قدرته بشكل جوهري على شن هجوم ضد الولايات المتحدة، وقد تشعل ما تصفها الصحيفة انقلابا أو ثورة في البلاد. لكن سلبيات هذا الخيار تنذر بالشر، لأن صواريخ النظام في كوريا الشمالية مخفية في جميع أنحاء البلاد، إضافة إلى 8000 شخص مدربين ومسلحين منتشرين في العاصمة الكورية الشمالية وكذلك عاصمة كوريا الجنوبية على بعد 40 كيلومترا من المنطقة منزوعة السلاح بين البلدين. ونظرا لأن الضربة الأمريكية الأولى لن تقترب حتى من نزع أسلحة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بالكامل، فإن انتقامه هو خيار شبه مؤكد سيتضمن مقتل العديد من المدنيين. السيناريو الثاني بحسب The Guardian يتمثل في الاحتواء بالقوة، وهذه نظرية لدى الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها بأنهم غدا كانوا قد تهاونوا للغاية بالسماح لانتهاكات كوريا الشمالية أن تمر دون عقاب. لذلك فإن الاحتواء القسري قد يتضمن استخداما متناسبا للقوة لبعث رسائل عقابية مع أول اختبار نووي أو باليستي عابر للقارات قد تجريه بيونغ يانغ عن طريق تفجير أحد مواقع الاختبار الخاصة بها. تكمن المشكلة الكبرى في هذا الخيار أنه لا توجد ضمانات بأن كوريا الشمالية ستفرق بين التفجيرات المحدودة أو هجمات شن الحرب، ومن الصعب رؤية كيف يمكن وقف التصعيد بمجرد أن يبدأ، ما يمكن أن يقود إلى كل المخاطر التي تقول الصحيفة إنها ستكون مروعة والتي يحملها خيار هذا الحرب. أما السيناريو الثالث فتحت مسمى قطع الرأس. تقول الصحيفة إن محاولة اغتيال القيادة الكورية الشمالية تأتي كجزء من خطة الحرب المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. يقال إن كوريا الجنوبية لديها كتيبة خاصة مدربة فقط لتنفيذ هذه المهمة، لأن هناك 1000 احتمالية يمكن أن تؤدي لفشل هذا الخيار، لأن كيم جونغ أون أحد أكثر الأهداف المحمية في العالم، غير أنه بحسب هذا الخيار فإنه لا يوجد ضمانة بأن بديله لن يكون سيئا أو أسوأ حتى منه، كما يمكن لهذا الخيار أن يشعل حربا كاملة. فيما يكمن السيناريو الرابع في تصعيد الضغط الاقتصادي، فبرغم أن كوريا الشمالية بالفعل هي إحدى أكثر الدول المنعزلة اقتصاديا على الكوكب خاصة بعد العقوبات الأممية المفروضة عليها خلال الأسبوع المنصرم، إلا أنه ووفق هذا الخيار فإن تشديد الضغط الاقتصادي سيتطلب تنفيذا أكثر صرامة من الصين التي تخشى انهيار نظام كوريا الشمالية. السيناريو الخامس العودة للمفاوضات الرسمية. في تفاصيل هذا الخيار لا تظهر كوريا الشمالية أي رغبة في العودة لمحادثات سداسية، وهي الرغبة التي تلاشت في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، كما قالت واشنطن إنها ستنضم للمشاورات بشرط أن تعلق بيونغ يانغ تجاربها الصاروخية وأن توافق على إنهاء تام لبرنامجها النووي، وهي شروط لم تبدي كوريا الشمالية استعدادا مسبقا للموافقة عليها. الخيار السادس هو تجميد مقابل تجميد. دعمت الصين وروسيا اقتراحا يفيد بأن بيونغ يانغ ستوقف اختباراتها النووية والصاروخية مقابل إيقاف الولايات المتحدة وكوريا الشمالية تدريباتهم العسكرية، لكن أحد الاعتراضات على هذا الخيار هو أنه يفترض المساواة بين الإجراءات الدفاعية للعاصمة الكورية الجنوبية وتحدي كوريا الشمالية لبقية العالم بتفجير قنابل نووية. السيناريو السابع بحسب هذه الصحيفة فهو ما وصفته بالمحادثات الاستكشافية، وهو خيار اقترحه سيغفرد هاكر الخبير الأمريكي البارز في قضايا كوريا الشمالية التي زارها ل7 مرات وتجول في بعض مؤسساتها النووية، حيث حث المسؤولين الأمريكيين والكوريين الشماليين أن يلتقيا على الفور ودون شروط مسبقة لفتح قناة اتصال تجنبا لأي حسابات خاطئة
يمكن أن تفضي إلى خروج حادثة صغيرة عن نطاق السيطرة.